واه غادي نردهم دابا راه غادي نردهم هي شوف ما دايرش دابا دوكا جبتهم هنا فين خلصت عليهم الصنق هاني دوكا خصني نطرق لهم 6000 ريال ديال التبن والفصه ونعاود ثاني بمول الطوموبيل باش غادي يردهم ليا شحال باش غيديهم ليا هاد التأجيلات ديالك؟ اييه علاش علاش ما تباعش؟ ايوا ما كاينش كساب دابا الناس ولاو خايفين في هذا الشيء ما ثلاثة واحد بغا هذا اللي قلت لي عجله يقول لك لا ايوا دابا غادي نشوف حتى هي غادي نردمها لي كنحلبها هي اللي غادي نجيبها نبيعها انا دروك ورد هاد العجله اش غندير ليه؟ واه عطاونا 70 عطاونا 70 عطاونا فيهم وما بعتيش وما بعناش وهاد العجلات راه مقيومين عليا انا ب 100 الوحده ايوا راه دابا جناهم دابا خلص عليهم الصنق خلص عليهم 1500 ديال الصنق وجابوا لي مول الطوموبيل ب 3000 ايوا خصني دروك نردهم ب 3000 ريال اخرى ايوا نشوف ثاني واش بين نعطيهم ثاني الماكله يا واش غادي نديروا هادشي ما ولا ديتها كاع انا ولدت لي عجله ثاني اخرى العام الاخر اش ندير ليها على باش عرفت انا غاتولد لي عجل نتسنى انا تا تولد لي عجل والناس اخويا قراهم الغلا والصير الله يحسن العوان والجفاف قلة الامطار طلبوا الله تبارك وتعالى غيث ان شاء الله هادشي كنطلبوا الله وانا الفرق كلشي 5 درهم فيه 5 درهم ما كاينش ماكينه فيها 5 درهم الا النخور يساوي 80 ريال اش غيديروا الناس بالنخور بوحده اما الشمندر والسكان داكشي اللي واعر الالف ديال الغلا اللي قال الناس راه هو راه غالي مشكل الناس اللي تيديروا الحليب وباعوا حتى هما البيض والناس الاغلبيه فيهم كاين اللي مشى مسكين 60% اللي سدد كاع ما بقاش يدير الكسيبه الناس ديك السابع قراهم الغلا وزادوا بحالاتهم ايوا الله شحال ديال العلف غالي كان شي تبن ب 400 ريال دابا وصلت 1000 ريال 900 1000 ريال البلا ديال البصه كنا كنشريوها ب 600 ريال وصلت دابا 1800 والعلف غالي هذا العام الله يرحمنا ايوا كان الدعم كان جدا هادشي ديال الزراعه الدعم ديال 2 دراهم دابا كاع ما كاين كنا كنجدو 10 طن 12 طن جوج دراهم من الكيلو دابا لا ما كاين والو مازال الدعم مازال ما كاينش الكساب دابا كيفاش داير الوضع ديالو اه الكساب مسكين راه مضيع الكساب مضيع بزاف الحقوق والو الله يرحمنا